أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته সম্মানিত ইকরা বাংলা দর্শক শ্রোতা, আমরা প্রতি সপ্তাহের ন্যায় আবারও আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় অনুষ্ঠান মশকে তেলাওয়াত। আজকে আমরা 22 পারার প্রথম রুকু আমরা তেলাওয়াত করব এবং আমার সাথে আপনারা জানেন নিয়মিত উপস্থিত থাকে নাবিল উদ্দিন খান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। চলুন দর্শকবৃন্দ, আমরা শুরু করি আজকের আমাদের মশকে তেলাওয়াত। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فيطمع الذي في قلبه
قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن
من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والخاشعين والخاشعات
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله وأجراً عظيماً وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة وما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وإذ
يقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى واتق الله وتخفي في نفسك كما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم في كان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم